بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع الروحاني. الروحاني هو الوسيط الروحي، إنه ليس الساحر كما يعتقد بعض الناس. الروحاني هو إنسان يعيش على الأرض ولديه القدرة والموهبة على الاتصال بالعالم الغير مادي، الاتصال مع الأنفس الخيرة والتي هي في البرزخ. الإنسان العادي لا يستطيع القيام بها، لأن هذه المعلومات لا تدرك عن طريق الحواس الخمس العادية. الروحاني عنده إدراك فوق حسي، وهو الحاسة السادسة. الحاسة السادسة إنها منحة ربانية يهبها الله لمن يشاء من عباده. إنها قوة خفية في الإدراك، إنها قدرة ذهنية، وهي وظيفة من وظائف العقل، وهي لا تعتمد على الذكاء، بل تحتاج إلى قدرة العقل اللاواعي والقلب الروحي، وكلها غير مادية. الحاسة السادسة قد تكون في الجلاء البصري أو الجلاء السمعي أو التخاطر أو في تشخيص الأمراض ومعالجتها. الروحاني هو إنسان عادي يعيش عيشة عادية مثل جميع الناس، لا يحب الماديات، لديه ميول واستعدادات روحانية، يستمع لما يقوله له قلبه الروحاني، قلبه الشرعي، فهم الحياة والموت، يعيش لكي ينمي ويغذي نفسه بعبادة الله وطاعته. وهذا الروحاني إذا كان بجانبك ستشعر بالراحة بوجوده. إنه قوي وحكيم لما لديه من العلم، فلا يستطيع أحد أن يؤثر عليه بفكره أو كلامه. الروحاني إنه مؤمن بالله دائم الخشوع، يذكر الله كثيرا، حسن الخلق والآداب، خجول، منعزل، طيب القلب ومتواضع، يحب الناس ومساعدتهم، يأمر بالمعروف ويعمل أعمالا صالحة لوجه الله، يعالج النفس بالقرآن والأدعية، وربما عنده قدرات لتوصيل الشفاء للجسم عن طريق ما يستقبله من العالم الخارجي. الروحاني يستعين بالبصيرة للاستبصار، وهو نور القلب الروحي، وهو النور الذي ترى به النفس الأشياء. الروحاني إنه ليس الساحر، إن الساحر هدفه الشر والفساد والتنازع والحزن والدمار والاضطراب. الساحر إنه يخاف من الروحاني الحقيقي. الروحاني إنه وسيط حدسي، أن يأتيه فهم من شعور داخلي، ومستجيب للمؤثرات الخارجية، وليس كل مستجيب هو وسيط. الوسيط الروحاني يعتقد أن الاتصال بين العالم المادي والروحي لا ينتهي بالموت، فباستطاعته الاتصال بأنفس الأموات. إنه وسيط بين عالم البرزخ وعالم الأرض. الروحاني إنه جسر اتصال بين البشر وعالم الأنفس، يستطيع التواصل بين حياة الدنيا والعالم الروحي، ولديه القدرة على سماع محدثيه من الأنفس ومحادثتهم. فمن غادر الحياة الدنيا وهي النفس، وهو الإنسان، فلا يوجد لديه حنجرة مادية ليتكلم كما كان في حياة الدنيا، وليس له أذن مادية لتتلقى الذبذبات الصوتية. إن وظيفة الأذن في الحياة الدنيا كان ينحصر في تلقي الموجات الصوتية التي تنقلها الأعصاب إلى الدماغ، فالعقل يفهمها ويميزها كصوت. إن السمع للأذن والبصر للعين، إنهما ماديان للاستعمال في حياة الدنيا المادية،
والوسيط الروحي لا يستطيع أيضا سماعهم عن طريق أذنه المادية، لأن الأذن المادية ليس لديها القدرة على تلقي الموجات الأثيرية من محدثيه في البرزخ. فالوسيط الروحي يسمعهم عن طريق العقل والإدراك والقلب الروحي مباشرة، وليس عن طريق الحواس الخمس للإنسان. الوسيط الروحي سمي وسيطاً لأنه بإمكانه سماع الأنفس المتحدثة له ونقل ما يسمعه للموجودين، وهذا ما يسمى الجلاء السمعي والتخاطر، وأيضاً يستطيع رؤيتهم، وهذا ما يسمى الجلاء البصري. الروحانيون يشاهدوا الأمور ببصيرتهم والتي هي في القلب الروحي، وليس بعيونهم المادية التي تشاهد فقط الماديات في الدنيا. أطلعهم الله عن الموت وعن بعض القوانين البرزخية، وهي من أحد قوانين الله، وشأنها شأن القوانين المادية على الأرض. إنها معلومات بسيطة حتى عقولنا تنور وتفكر وتتعظ ونرقى. قال عليه السلام: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. المسلم يصدق في رؤياه وفي حديثه. قال عليه السلام: رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، والنبوة هي كرامة ومقام من الله تعالى، وفيها اطلاع على الغيب من وجه ما. ورؤيا المؤمن الروحاني تكون صادقة، وقد تكون عن شيء واقع أو شيء سيقع، فيقع مطابقا للرؤيا فتكون صادقة. الوسيط الروحي إنه وسيط بين عالم الأنفس وعالم الأرض، إنه وسيط بينه وبين الأنفس المرشدة في البرزخ. النفس المحبة في عالم البرزخ تحب الناس وتريد أن توصل مفاهيمها ومعلوماتها والعلاج لأهل الأرض، وتحب شفاءهم. إنهم كانوا قبل موتهم دكاترة وذو علم، وعند انتقالهم إلى الحياة الثانية تطوروا ويحبون مساعدة الناس على الأرض. إن العلم والمعرفة لا تنقطع بموت الإنسان، بل مستمرة أيضا في عالم البرزخ وما لا نهاية. المعالج الروحي إنه يؤمن أن قوة إلهية سوف تشتغل للشفاء. المعالج الروحي يمكنه إجراء عمليات باليدين العاريتين وبدون استعمال أدوات الجراحة وبدون مخدر، ويشق يديه خلال جسم المريض ويستخرج الورم وبدون ألم، ثم يمسح مكان الجرح بيديه فيلتئم الجرح بالحال، ولا يبقى أثر للجرح سوى قليل من الدماء على ملابس المريض. هذه الأنفس المحبة لشفاء الناس، وعن طريق الوسيط الروحي يتم نقل الشفاء للمريض فيشفى، وشفاءه يكون بطريقة غامضة لم يعرفها العلم الحديث في حياتنا الأرضية. هؤلاء المرضى ربما يكونوا مصابين بمرض مستعصي والعلم الحديث لم يجد له علاج، لكن عن طريق المعالج الروحي يتم شفاءهم فتسمى معجزة. الوساطة الروحية إذا لم تكن معطاة لك هدية من الله لكن تريد طلبها وتعلمها، يجب استشارة عالم روحاني يفهم هذه العلوم. الوساطة الروحية ليس بالأمر الذي يتلهى به أحدا أبدا، فيجب على الوسيط الروحي الحذر من الإيحاء الحسن من الإيحاء المنخفض. وعند القيام بالوساطة
عليه أن يطلب من الله تعالى العون والخير ويحميه، وأن يكون الاتصال فقط مع الأنفس المحبة الخيرة. To keep watching these videos, go to YouTube channel نائل مصيطف.